بسم الله والحمد لله والله أكبر. كذلك من مميزات هذه السورة أن أعلمنا الله خير حل حين يكون ثم نزاع بين فرق مؤمنة. هاكم الآية، وإن آية 9 من سورة الحجرات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما عمل الشيطان ما يخلي حد في راحة، ما هو متحلفين ملي عصاه أمر ربي بأن يسجد سجود تحية لأبينا آدم عليه السلام، هو متحلف وما يزال مدبه في الدنيا فهو يتحلف، يعني ما يحب كان يصبت، ما يحب كان يدخل العداوة بين المرء ونفسه، مش بين فرقة وفرقة فقط. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا أمر إلهي، بينما تولت مؤسسات عالمية تدعي أنها تصلح بين المتنازعين، كلام غلبه بالهواء. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وهذه معناها المؤسسات على البعث إليها عموما الصهاينة، حتى بوجود هذه المؤسسات وإشهار أمرها الناس تطمئن اللي فما دائما مرجعية تقوم بحل النزاعات أو بالوقاية من الوقوع فيها. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مش يسأل مؤامرتهم بتفريق الأمم، يقولوا بنو صهيون لقنوا للإنجليز فرق تصوير. وإن طائفة وقت يبدأ فما مؤسسات تعدك بحل المشكلات، تبدأ الأمل يهزك حتى يردك غافل عما يعمل الظالمون من بني صهيون عن طريق الحرام، مال الحرام والسلطان الحرام، وكما تكون إلهاب مشاعر الناس حتى يسلموا أن توقد النيران والحروب. ربي قلنا كلما أوقد النار أطفأ الله. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هذا المؤمن جد، وفرق المؤمنين في جد لا نزاع فيه، لأن يعني الجد يبعد علينا النزاعات، لأن النزاع يجي ما لك نتيجة عدم الجد أو ضعف الجد. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما، وهذا ممكن لأن الشيطان كما كنا يخدم ومش مش يسلم، إن بس جامي ليبرا باسكو سي برا سون دي برا دو كريمينال دو هوت كما تقول فولتيج. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، واضح، قاتلوها الباغية في الظالمة حتى تفيء إلى أمر الله، ترجع للطريق اللي أحله الله وأمر باتباعه حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلح بينهما بالعدل، وأقسطوا، القسط أكثر من العدل، سيري كيتي بلوس كولا لا جوستيس، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وعلمنا ربنا اللي ربنا يحب يزكي التعب، من أم يزكي التعب، والسلام.